كما لفت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي أنه في ضوء التكليفات الرئاسية سيتم إعداد حزمة للحماية الاجتماعية والبدء في تطبيقها من الشهر القادم لمواجهة التضخم العالمي. كذلك سيتم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. في ضوء تكليفات فخامة الرئيس للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء يعني ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى، فإن مجلس الوزراء إن شاء الله في خلال الفترة القليلة القادمة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم إن شاء الله. إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث ان احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها كل رجال الصناعة في هذا الشأن. سابعا، اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للـ10 سنين القادمين.